فصل ماكو مع الهوى تعالوا شوفونا سوا، فصل ماكو مع الهوى تعالوا شوفونا سوا، تحية تجيكم يا سلام نسمة حلوة يا كرام، تحية تجيكم يا سلام نسمة حلوة يا كرام، فرشباب على الهوى، فرشباب على الهوى. هذا البرنامج برعاية حدثنا مثل الشموع لمعنا قرب وعرب ابتسامتك وانسى السآمة يا محلى طعم اللحظة لما نعيشها ابتسامة جلسة شباب متعة قمة الوناسة واللي في راسه شي بينزل ما في راسه شاركونا بريحية أحمد البساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى فور شباب على الهوى جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز واحلى الجوائز بالمشاركات يحوز شاركونا برياحية أحمد البساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط New Generation فور شباب Move it Hey yo موفيك حلو موفيك بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم فور شباب على الهواء الحلقه الرابعه فيها فوز وفيها انتصار فيها مدري ايش واحب باختصار ويلا يلا معانا واليوم في جوائز ومدري ايش موفينج ياس ياس احلى بيتزا احلى طبخه احلى وجبه وفيها نفخه فيها كل حاجة فيها كل الحركات انت معانا فور شباب دايم على الهواء وبعدين ايش رايك يجي ولا ما يجي ايش قاعد تسوي ابي نشد الشارة السنة الجاية ان شاء الله ابد حظي ولسه عندك امل انك تكون في السنة طيب ممكن تعطيني باتشي طيب مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فور شباب على الهواء في هذه الحلقة راح يكون معنا ضيفين اعلنا عنهم امس واليوم وبكرة اعلنا عنهم طيب فقراتنا اليوم كالعادة نذكر فيها مرة ثانية المطبخ بيكون فيه معانا طبخة مع الشيف العالمي اللي ننصح دائما ننصح المشاهدين أن الطبخات اللي يسويها هذا الشيف ما يسووها في بيوتهم لأنها خطرة على الصحة الحين كل يوم أنا قاعد أسحر فيك أيوة. وهذا وفي ناجي تقول لي ما يأخذون ولا يأكلون من عندي شو السالفة أبوه صار زي عين عداري أنت والله اليوم مع بدلة الشيف الجديدة كأنك جاكي شان جاكي شان والله أحس مدير إنتاج يعني مدير إنتاج قلت أبغى بدلة شيف عطاني بدلة لا 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 ما له علاقة شتو كان والله ما أدري عنه ما له علاقة مدير إنتاج أنت لك العلاقة أنت بدلة والله ما أدري أحس ترى عندي حزام أسود دانتو في الطبخ أنا إيش 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 عندي دانتو ولا تودان 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 عفوا كم أقول لك ها كما تدين تودان نرجع لموضوعنا شباب نحب أن نذكر أن المسابقة موجودة معنا على المطبخ في مكانين إما الثلاجة أو التلاجة وبالإضافة إلى الفرن يعني يا أسئلة باردة يا أسئلة شوف زي الطيران شوفوا شغال معايا أيوة إيش قاعد تسوي وبإمكانك تربط معنا الحزام الأمان حزام الأمان بإمكانك تربطه معنا وين اسمه المضيف حق عاد اليوم مضيف طباخ شتوكان حاضرين إيش 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 الأخيرة شتوكان أيوة هذه جديدة برضه إيش الشتوكان هذه تطلع هذه أكلة إن شاء الله بنأخذها في الحلقة 15 إن شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله 15 ان شاء الله نعم طيب ان شاء الله يلا يلا الله يعيشنا هذيك الايام على خير من دون اي تسمم من دون اي شيء للاتصال من داخل السعوديه والمشاركه معنا في المسابقه 7-0-0-1-0-8-1 جوائزنا نذكر فيها كوبونات شراء من مطاعم ابل بيز وجان برجر وفور شباب كافيه بالاضافه الى 30 ليلة بس مو 30 ليلة يسكن فيها لا كل واحد ليلة لشخصين في فنادق إيلاف في مكة أو المدينة أو جدة بالإضافة إلى رحلة سياحية إلى تركيا طبعا مش مشجع الشيف إنه السياحة الخارجية إيش رأيك يا شيف في السياحة الخارجية أكيد لا أنا أقول السياحة الداخلية السياحة الداخلية أنا دائما أشجع وأكد عليها أكثر من حلقة
واللي يوده في السياحة الخارجية عاد كيف الله يوفقه يعني. عموما ياخذني معها. طيب مقدمة من إيلاف للسفر والسياحة. أيضا عندنا سيارة يا رب أجيبها اليوم صح، يا رب أجيبها صح، هوندا. يس مبروك، ألف 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 مبروك، give me five، جبتها صح يا أخوي. يا عمي قاعد خمس حلقات وأنت ما أنت بعرف تجيب الجسم يا أخي. give me five كذا، give me five كذا، هذه five يا ابن الحلال، خمس حلقات قاعدين نقدم ما تبي عارف ايش اسمه. عموما معانا في نهايه الحلقات سياره هوندا. هوندا 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 هوندا، انا والله مو واحد، انا ما اعرف، شركه عبد الله هاشم المحدوده. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ونلتقي فيكم بحلقه جديده. معليش طيب الضيوف. ايش طبختنا اليوم سعادة الشيف؟ بدك ناخذ الضيوف ولا ناخذ الطبخة؟ ناخذ الطبخة. طبختنا ان شاء الله بتكون عندنا اليوم طبخة خاصة سهلة الاستخدام، وتعتبر ايضا من الطبخات الايطالية التي اقيمت في ايطاليا. فاستاذ فيصل ايش فيك؟ سلامات. طيب عشان طبخة يعني، كل هذا عشان طبخة يعني. ناخذ وليد. وليد معنا، السلام عليكم يا وليد. وليد هلا هلا هلا، شو اخبارك يا وليد؟ هلا الحمد لله. شلونك يا وليد؟ بالله خير. ارفع صوتك يا وليد. طيب طيب وليد، السؤال تبغاه من الثلاجة ولا من الفرن؟ الثلاجة. الثلاجة، اعطيني سؤال من الثلاجة. يلا سعادة الشيف، ثلاجة، هات السؤال، هات السؤال. ثلاجة. ايوه يا وليد. امس كسرت رجلي، بس كيف اخذها يعني؟ كيف؟ امس قلت لك كسرت 300 ريال، كيف اخذها؟ خلاص امس اذا كسبت 300 ريال خلاص، اليوم ما تشارك معنا. بس كيف اخذها كيف؟ طيب تتواصل مع الكنترول، هم يشرحوا لك كل شيء. السؤال يقول طبعا عليه جائزة بقيمة 300 ريال ثانية، بقيمة 300 ريال ثانية. يا اخي خسرنا يعني الحين. تتواصل معه او مع الكنترول الى 600 ريال. طبعا السؤال يقول ما هو الطائر، طائر يشبه ابو سيف تقريبا. لا حول، تخيل اشتغل انت ولا شلون؟ لا لا بس رجعت، ترى ما اسوي لك سحور اليوم. ما هو الطائر الذي يلد ولا يبيض؟ طبعا ما يبيض هو. هل هو النعامه او الخفاش او الوطواط؟ ها الخفاش. ايش يقول؟ الخفاش. الخفاش ايش ايش؟ الخفاش. الخفاش اجابه صحيحه، اعطونا افاتشي. شاركونا بريح. يا سلام فور شباب على الهوا، يلا عيش الانبساط. طيب عندي نكته. هو يلا عيش الانبساط فور شباب. عطنا النكته، رجع ثلاجه. نكت نكت. الظاهر ان ضيوفنا عهود. ناخذ عهود. لا. عهود السلام عليكم. الو عهود. الو ايوه هذا عهود، اما ذاك ما. يا عهود. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تدخلي معنا على المسابقة مباشرة؟ ايوه. عارفة ضيوف اليوم مين؟ اتوقع علي الغامدي واستاذ ناصر الكنهان. يا سلام، اجابه صحيحه، واعطونا باتشي. دقيقه الكنترول ليش اعطيتنا باتشي وانت شغال كذا على طول؟ بس بقول لك انت تعطيني في جائزه، في حاجه، في شيء؟ بس لو سمحت متى الضيوف بيجون؟ عفوا ارفع صوتك. الضيوف طيب متى؟ بكره بيجون والله. صدق تصدق تصدق اليوم طولنا. خلينا نادي الضيوف، خلينا نادي الضيوف. يا ضيوف سحبنا الضيوف. مرحبا بكم. دع بدري بالضبط. لا طلعهم برا يا شيخ، لا طلعهم يا اخي. صلح الجرس يا اخي، كم مره قلت صلح الجرس؟ خلينا الثاني. اخبارك؟ والله مسك بالخير. طيب يا ناصر مرحبا، كيفك يا ناصر؟ الله يسلمك. خويك وين راح؟ هلا هلا حيهم. يا هلا كيف يا شيخ؟ بخير والله. اليوم مقدمنا ماشي. طيب معليش ناخذ عهود نرجع لكم. زعلانين الضيوف. مقدمنا عهود يعني رجع مكانه يعني. عهود على الضيوف الرائعين، اشكركم على الضيوف الرائعين. شكرا لك، ادخل على طول المسابقه اللي طولنا عليك. طيب طولنا عليهم والله بيذبحوني.
ثلاجة. ايوه اعطوا ثلاجة. اعطي ثلاجة. يستاهلون ثلاجة وسؤال بارد و اخلص ان شاء الله. اخلص. جائزة بقيمة 300 ريال. يا سلام. من هو مؤسس علم الكيمياء؟ هل هو علي الغامدي او ناصر الكنهر؟ علي الغامدي. يستاهل يستاهل. لا تعطينا باشا وين تحاول يمكن تخسر او تفوز. طيب في خيارات؟ الخوارزمي او جابر بن حيان؟ جابر بن حيان. إجابة صحيحة. أعطونا أعطونا إيش؟ فور شباب على الهواء يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهواء يلا عيش الانبساط. بهذلتم. كيف الحال يا شباب؟ هلا والله سلام. أولا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نورتوا جدة ونورتوا الاستوديو ونورتوا الشقة عندنا. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام. أنا تعبت من كثر الركض. ناخذ اتصال وبعدين نرجع ناخذ سيرة بسيطة عن الضيوف. اسمح لك يعني تسمح لي سيد علي؟ تفضل تفضل حياك. بلاش فيصل بس ترى نص ساعة واحنا برا. نص ساعة واحنا برا. طيب. ما في شيء. ناخذ يعني بسوي مقلب. أنا خبرة في البرامج. خليهم. اي معلش اي مقلب معلش اي فيصل اي مقلب ثلاث ساعات ناخذ. لا دقيقة وقف. لا معلش لا وقف دقيقة ناخذ. لا معلش انا داخل حتى قفلت الباب في وجهي. ليش يا فيصل؟ ما في مشكلة. اوكي ناخذ معنا الاتصال. علي خليك على جنب شوية. مين معنا؟ مين قفل الخط؟ عبد الرحمن كيف حالك عبد الرحمن؟ الله يحييك. ممكن ناخذ حديث بسيط كذا مع الضيوف؟ ايوه خذ راحتك. كيف حالكم ان شاء الله؟ الله يسعدك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. زعلانين ولا شيء؟ انا ماني زعلان فيصل. ها؟ ماني زعلان. حبيب قلبي. في حد يقدر يزعل عليك؟ لا علي. لانه والله شوف ما ينلام والله صراحة. مسكين والله نص ساعة حتى قلت تلقى الرجال دكشان. فرحان بالشطرنج اللي لابسه انت الحين. صلى الله. حتى الرجال ما طلع منك ليش؟ لا هو شوف الناس يا تتعلم ترى انا وناصر ماسك اللقاء. شوف الناس بتقدر. نعم اخي حتى تفضل ايش اللقاء. نرحب باعزائنا ضيوف هذه الحلقه ويسرنا ان نقدم هذه الاستضافه. ناخذ اتصال. في اتصال اجل. ها الو عبد الرحمن تسمعني؟ عبد الرحمن تسمعني؟ ايه معك. يا هلا حياك الله. شلونك عبد الرحمن؟ خير فيك. معلش ترى انا نفس المقدم الاول بس مسوي رجيم شوي. ما له مشكله. انكمشت شربت مويه وانكمشت شوي معلش. احسن كذا. حاب ندخل على المسابقه ولا ترحب بالضيوف الكرام؟ ابد ارحب فيهم اقول لهم والله يا مرحبا ما شاء الله نورت الشاشه. الله يسعدك. تسلم بعد الله يسعدك. طيب يا عبد الرحمن تبغى السؤال وين؟ من الثلاجة ولا من الفرن؟ ثلاجة. من الثلاجة؟ يا الشيف عطنا سؤال من الثلاجة لو تكرمت. يا أخي ما لكم داخل في مطبخي يا أخي، ما لكم دخل في مطبخي. يجي لك يوم تستاهل. قلنا سؤال ما قلنا كاتشب لو سمحت. يا أخي ما لكم دخل في مطبخي يا أخي. أها جابنا سؤال بالكاتشب. طالب سؤال بالكاتشب. يا أخي ما لكم دخل في مطبخي. طيب عبد الرحمن تسمعني؟ عبد الرحمن اي اسمعك. اي معك. هذا السؤال ما يعرف يقرا. ما في ترجمه بالاردو ولا شيء. هذا السؤال جائزته بقيمه 300 ريال مقدمه من فور شباب. تستاهل. طيب يقول السؤال من هو خامس الخلفاء الراشدين؟ علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب. طيب نعطيك خيارين، علي بن ابي طالب ولا عمر بن عبد العزيز؟ خامس الخلفاء الراشدين. علي بن ابي طالب. متاكد؟ اي اكيد. ها ما ودك تغير؟ لا ابدا. اجابه نهائيه عبد الرحمن. غير. طيب خلينا ناخذ مساعده من الضيوف، ايش رايكم؟ والله شوف الخلفاء الراشدين هم اربعه في الاساس، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب السؤال يقول خامس الخلفاء الراشدين حكمته و طيب من هم؟ عدله. خلاص جواب نهائي. عمر
والله ما عنده ضيعتوني ما عاد هو كذا ولا كذا. عيد السؤال. يدي انكسرت. طيب خلاص لو سمحت الله يخليك انا بستاذنك واترك المجال اخوي فيصل عشان ثاني مره لا تعودها. الله يعطيك العافيه. عمر عبد العزيز خلاص اتمنى لك لا تعودها رجاء. عمر عبد العزيز خلاص اعطيته الان. ايش الجواب؟ ايش الجواب؟ عمر عبد العزيز. ها؟ عمر عبد العزيز. عمر عبد العزيز تكون اجابه صحيحه؟ اكيد اجابه صحيحه. اعطونا اباتشي. جرب وحاول يمكن تخسر او تفوز واحلى الجوائز بالمشاركه تحول. طيب ناخذ اتصال ثاني وانت تروح تسال السؤال. اوكي انتم هالمره واحد منكم راح يسال السؤال. خذوا معنا عهود. معنا واحد منكم. يلا علي علي يلا حصه العهود معنا حصه. مرحبا حصه. السلام عليكم. دخلت الباب. مرحبا حياك الله. الله يحييك. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. الثلاجه ولا الفرن؟ الفرن. حط سؤال من الفرن شيفنا يلا بسرعه. سؤال وين؟ ثلاجة؟ من الفرن من الفرن؟ اي طيب سؤال بس ضيعت حتى جيبوا لي الشيف. ضيع الفرن. فرن حقك ما تدري فين؟ ضيع وين حط الاسئله. انتبه لا تطلع الطبخه. بسم الله عليك. سؤال حار. انتبه 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 يحرق يدك. انتبه ايش قاعد تسوي؟ سؤال حار يحرق يا شيخ. كنا حريقه في الاستوديو. يحرقنا استوديو يا شيخ والله. بغى يحرقني انا. طيب اسال السؤال. السؤال يقول ماذا يسمى صوت البلبل؟ ايش الجائزه اول؟ الجائزه مقدمه كوبون ب 300 ريال. يا سلام. من مطعم كوبون مقدم من مطعم جان برجر. اي لا كوبون مقدم من مطعم جان برجر. السؤال يقول ماذا يسمى صوت البلبل؟ يا سلام. صفير. ما في خيارات؟ في خيارين. في صفير او تغريد. هذا صفير ولا تغريد؟ تغريد. والإجابة صحيحة. وعطونا باتشي. يا ها طيب ناخذ معنا الضيوف قبل شوي. احنا حبينا نلطف الأجواء بداية الحلقة. نرحب فيكم من جديد في برنامج فور شباب على الهواء. نبدأ ناخذ سيرة ذاتية عن الأستاذ ناصر ابن ناصر كان. خليها مباشرة. تفضل. تبغى نعرف عن نفسك ولا تعرف عن نفسك؟ والله شوف الجمهور او المشاهدين جمهورك يبغى يتعرف عن نفسك بصوت. تسلم يا غالي. انا والله اؤمن فريق الاعداد عندكم والله يعطيهم الصحه والعافيه. كان فريق صراحه مميز وجابوا معلومات انا اجهلها حتى عن نفسي. ما في مشكله. احنا عندنا الطير الاخضر هذا عجيب في كل حلقه. ان شاء الله بس يثبت الطير. اول شيء انا سعيد بهالاستضافه. سعيد بهذا الكرم الغير مستغرب من قناه الشباب قناه فور شباب. يا اهلا وسهلا. شاكر لك اخوي فيصل. شاكر اخوي يوسف. شاكر الاستاذ خالد مشموس والاستاذ هلال القرشي. الحقيقه سعادتنا ما توصف. وديع بوشه كلهم. والله شوف في ناس والله صراحه ما قصروا. نشكر فريق فور شباب كلهم. نشكر فريق فور شباب بالاكمل. جميل حلو بالاكمل. ناصر عبد الله راشد الكنهل. نفس المكتوب. مكتوب عندك؟ اي خريج كليه التربيه. ما شاء الله. لغه عربيه. متخصص لغه عربيه. ايه مشرف نشاط ثقافي ومسرحي. ما شاء الله. ومهتم بالمسرح. مخرج مسرحي متخصص. وممثل تراجيدي. ممثل تراجيدي فقط. تراجيدي. اي نعم. ليش تراجيدي بالضبط؟ والله انا احب التراجيدي. احب الحياه الواقعيه. احب الاداء الواقعي افضله كثير. يعني ماني كوميدي صراحه. كوميدي بطبعي يعني ماني كوميدي كاداء. جميل نص. جميل. حاصل على عدد من الدورات في مجال المسرح التربوي. اي نعم. ايش اللي يفرق المسرح التربوي عن مسارح اخرى؟ طبعا في هناك خلط. طبعا المسرح التربوي اشمل من المسرح المدرسي واشمل من المسارح اللي تقدم في المدارس او في ادارات التربيه والتعليم. المسرح التربوي هو المسرح الهادف اللي يحمل رسائل تربويه متخصصه وليس رسائل اجتماعيه وكذا. جميل. عملت مراسل في عدد من القنوات. اي نعم عملت مراسل لقناه الدوري والكاس. مشكور استاذ خالد. نعم قناه الدوري والكاس وقناه السعوديه الاولى من خلال المؤسسات الاعلاميه. حاصل على جائزه الادب العربي. اي نعم. ما شاء الله. بالإضافة إلى مهتم في الأعمال الثقافية والأدبية. نعم. طيب جميل. الأستاذ علي الغاندي. حياك الله. كيف الحال أستاذ علي؟ معليش ترى مقلب خفيف يعني. أنا حافظ المقالب. أنا أبو المقالب في السعودية هنا. كم قيمة بس الله يستر 15 حلقة لا يتفق هذا مشوت والله أدي لك مقلب أنا دحين أنا. كم قيمة سنتبدل بس أستاذ علي. ناخذ نبذة بسيطة عن أستاذ علي. علي دخيل الله مساعد الغاندي. أنا المكرم. عليك زود حبيبي. طالب جامعي. ما شاء الله. جامعة الخارج. ممثل تراجيدي وكوميدي.
يا سلام، اذا تجيد تراجيديا او كوميديا طبعا معناتها ليس معناتها انه افضل او اقل. لا لا لا، كل واحد يجيد شيء او لون معين. صحيح. اول مسلسل شاركت فيه؟ مسلسل وعد شرف. يا سلام. الاعمال الاخرى اللي شاركت فيها مثلا، في اعمال انا حسب علمي شاركت فيها، في مشاركات صيفيه سابقه قبل وعد شرف، ومسابقات مسارح سواء مهرجانات او مراكز صيفيه. جميل. ايضا مع المخرج رائد اسماعيل عملته في عمل كان نهايه طبعا كنا نتمنى يكون معنا ضيفنا اليوم الاستاذ رائد اسماعيل، ولكن اتوقع تواصلنا معه وحاولنا انه يكون موجود معنا اليوم، اتوقع لظروف الخاصه ما حضر معنا اليوم. نوجه له التحيه استاذ رامي. السلام بالخير رامي. رامي ويستاهل كل خير. الله يسعد ان شاء الله. كيف كانت تجربتكم مع الاستاذ رائد اسماعيل في مسلسل وعد شرف؟ اتوقع نعم وعد شرف. مسلسل وعد شرف، والله تجربتنا في مسلسل وعد شرف تجربه مثريه دراميا حقيقه، يعني تجربه جميله مليئه بال ما ادري ايش قاعد تسوي انت؟ قاعد تتفرج بدل ما تطبخ؟ قاعد اتابع اللقاء. بعد شوي فكر اتصل يا اخوي 300 ريال ترى والله جلسه مغريه صراحه. لا حول. اقول لفيصل طيب. تجربه مثريه دراميا، استفدنا كثير يعني من ناحيه خلينا نتحدث بصراحه، يعني احنا دراما المحافظه دراما وليده، يعني دراما جديده. جميل. فمحتاجه صبر، محتاجه دراما جديده وتحتاج الى شيء جديد، يعني ما ودنا. صحيح. مميزه جدا، تحتاج صبر، فتره كانت طويله فتره الاعداد والتصوير. يقال ان الدراما المحافظه اصعب من الدراما الغير محافظه، هل الكلام صحيح هذا ولا لا؟ اصعب واكثر ابداع. ناخذ ليش اصعب بعد اتصال عبد العزيز. عبد العزيز السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال يا عبد العزيز؟ الحمد لله طيب. طيب ان شاء الله. تبغى السؤال من الثلاجه ولا من الفرن؟ الثلاجه. من اللي غشش جنبك؟ ابويا. ايوه. الله يخلي لك ويخليكم لبعض ويخلي لكم اهلكم وامهاتكم واباكم واباء كل المسلمين. ناخذ ثلاجه بعد ما ناخذ ابوك ترى ان شاء الله. طيب اعطيه من الثلاجه يا شيف. يا عونك. وين قاعدين؟ في البر احنا، مو قاعدين في المطبخ. اعطينا ثلاجه. يا عونك يا عم الشيف. اعطيها ناصر، خليه يسال ناصر. تفضل. تسلم يا شيف. تسمعنا من التليفون يا عزيز؟ طيب. مو من التلفزيون، واللي جنبك لا يقفل التلفزيون احسن. نفس السؤال استاذ. طيب. طيب السؤال مكرر، السؤال عندي مكرر السؤال، لكن انا بجيب سؤال من عندي اسهل شوي. طيب هات بس ايش الجائزه اوريك. طيب. يا شيف عبد العزيز كيف حالك؟ الحمد لله طيب. بيجيب سؤال من طيب ان شاء الله. طيب جائزه بقيمه 300 ريال مقدمه من فور شباب. الحمد لله. السؤال يقول يا عبد العزيز، هذه كاميرتك. السؤال يقول من هو أول الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. وأعطوه إيش؟ أعطوه أباتشي. سهل عبد العزيز. في اتصال ولا ندخل مع الضيوف؟ ليش قلنا آخر سؤال؟ ليش الدراما المحافظة أصعب من الدراما غير محافظة؟ أصعب أكثر إبداع. الآن الدراما المحافظة تطلب عليك عدم وجود عناصر معينة مثل عنصر نسائي أو البدائل الموسيقية. حلو. ممتاز. فبالتالي أو البدائل الموسيقية؟ إي نعم. لا أو الموسيقى قصدك. أو الموسيقى التصويرية نسميها. طبعًا لأننا نستغنى عنها بالبدائل المؤثرات الصوتية أو البدائل الصوتية. كيف كانت تجربتكم باختصار شديد عشان ندخل على المطبخ على طول؟ ممتعة وشاقة في نفس الوقت. أنا مسكت على تناقض، اعذرني والله فيصل. لا ما في مشكلة، بالعكس أدودة فيكم. إيش معناتها أدودة؟ يعني شو اسمه؟ أدودة بحوزكم. صالح معانا. صالح السلام عليكم يا صالح. وعليكم السلام. كيف حالك؟ ما شاء الله. كيف حالك يا صالح؟ الحمد لله. تبغى ناخذ من الثلاجة ولا من الفرن السؤال؟ الثلاجة. ايش فيكم على الثلاجة اليوم؟ حر حر الدنيا. طيب كيفكم في الطبخ يا شباب؟ والله معليش يعني انا اعتبر يعني لا علي انا خبرك شو يعني انا طبخت معنا مرة في البر ذاك اليوم. ما اطبخ الا حواشي. ها؟ ما اطبخ الا حواشي. جمل كذا كامل حطه في القدر. حواشي. حاشية الكتاب يعني ولا اي فهم غلط شكل. ناخذ ياخذ علي اليوم ما راح اسال ولا سؤال. انا شوفي للحين ما سويت شيء. اسمه يحيى. من معانا ذكرني بس ما نسيت والله ما ادري ايش اسمه. من معانا في التليفون؟ من معانا في الاتصال؟ صالح. صالح 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 اسمه الاستاذ علي. صالح الجائزه مقدم من قناه فور شباب 300 ريال. السؤال يقول كم قلبا للاخطبوط؟ كم ايش؟ كم قلبا للاخطبوط؟ قلب
كم قلب للخلطبوط؟ اثنين. طيب اصبر اصبر خليني اعطيك الخيارات. اسمع الخيارات. الخيار الاول قلب واحد، الخيار الثاني ثلاث قلوب. اسال الشيء يمكن يعني. عمرك طبخت اخطبوط يا كم قلب الاخطبوط؟ تقاطيع مقلقل حاضرين. يلا يا صالح. صالح ثلاث قلوب. ثلاث قلوب للاسف صراحه. واعطونا باتشي. اعطوها باتشي. يستاهل باتشي. اثير. جرب وحاول. اثير السلام عليكم. واحلى الجوائز بالمشاركه. اثير شاركونا. السلام عليكم. اثير بالثين ولا بالسين؟ بالثاء. ايوه بالثاء. طيب كويس. ناخذ السؤال من الثلاجه ولا من الفرن؟ غيروا الثلاجه. خلص الاسئله. الشهر عليكم مبارك. الله يبارك في ايامك. منورين الضيوف. الله يسلمك. منوركم. الله يعطيكم العافيه. وجودكم منورين. ندخل الثلاجه والفرن ما في وقت. يلا الفرن. ايش ايش الفرن. الفرن. عطها الفرن. انت تستاهل. طيب مين اللي يسال؟ يوسف اسال من عندك. اسال انا من عندي. طيب لا تطول. السؤال جائزة أيضا بقيمة 300 ريال مقدمة من فور شباب. يا سلام. يقول السؤال. ها. معايا يا أخت أثير. معك. من القائل قد أعذر من أنذر؟ بتفتي أنت الحين. من القائل قد أعذر من أنذر؟ هل هو معاوية بن أبي سفيان أم حساب بن ثابت؟ ممكن تغششوها. هل هو معاوية بن أبي سفيان أم حساب بن ثابت؟ بدون تغشيش. ايش الجواب طيب عشان يعرفوا ولا ما عارفين الجواب؟ السؤال يقول من قائل قد اعذر من انذر؟ معاوية بن ابي سفيان ولا حساب الثابت؟ معاوية. تلاحظون انه ما طبق. معاوية بن ابي سفيان. واحلى اباتشي يستاهلون الجائزة. يستاهلين. ورحت معنا جائزة مقدمة من فور شباب قيمة 300 ريال. ما اعطوه ما اعطوه اباتشي يستاهل. يا عمي انت ما طبخت اليوم ولا شيء. ايش بك؟ يا اخي اعتذر الضيوف يجوني هنا. يلا مشينا على المطبخ. طيب ناخذ. ما ابغى اجلس انا ما ابغى اجلس انا ما ابغى اجلس انا ابغى اروح المطبخ. انا اليوم ابغى اروح المطبخ. بس خلونا ناخذ فاصل ونرجع لانه مشوار التاكسي حق التاكسي. فاصل وخلكم معنا. هذا البرنامج برعايه معنا. والحياة صار لها معنى. الضحكة وحدتنا مثل الشموع لمعنا. قرب وعرض ابتسامتك وانسى السآمة. يا محلى طعم اللحظة لما نعيشها ابتسامة. جلسة شباب متعة قمة الوناسة. واللي في راسه شي بينزل ما في راسه. شاركونا بريحية أحمد البساط. فور شباب على الهوى. يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى. فور شباب على الهوى. جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز. واحلى الجوائز بالمشاركة تحوز. شاركونا بريحية أحمد البساط. فور شباب على الهوى. يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى. يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى. يلا عيش الانبساط. New generation. فور شباب. Hey yo. New generation. مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل مع ضيفين وشيف. يعني شيفين وبينهم ضيف. شو اسمه؟ ضيفين وشيف. شيفين وضيف. شيفين عيدها عشر مرات حداك. شيفين ونخلة. حلو. نرجع للاتصال من داخل السعودية. كلمونا من 700-700-01-081. أنا لن آخذ أي اتصال. الضيوف اليوم بيأخذون معنا كل الاتصالات. معنا أمجاد. خذ أمجاد. مرحبا أمجاد. ألو. حياك هلا والله. الله يحييك. ثلاجة ولا الفرن؟ ثلاجة. ثلاجة. يا سلام. ناصر الكنهل هو اللي بيختار السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. طيب السؤال يقول يا أمجاد، كم عدد الأشهر الحرم؟ شهرين أو أربعة أشهر؟ كوبون مقدم من أبل بيز. كم عدد الأشهر الحرم؟ شهرين أو أربعة أشهر؟ لحظة شوف فيصل قاعد يغشي. شوف فيصل المشكلة ما في فرق يعني. شهرين أو أربعة أشهر؟ في خيارات؟ شو أقول المليون؟ شهرين أو أربعة أشهر؟ أربعة أشهر.
أربع أشهر للأسف والله. عطوها باتشي. عطوها باتشي السهل. طبعا علي الغامدي نسى معنا ايش نوع الجائزة اللي بتاخذها. قايل لك قايل معليش كوبون من أبل بيز. كوبون من مطاعم أبل بيز. أنا اللي ما سمعتها زين. أنا أستاهل. أنا أستاهل. صح. أنا أستاهل. طيب ناخذ اتصال طيب. جديد معنا محمد ناصر. خذ محمد معنا. محمد مساك الله بالخير. مساك بالخير. يا مرحبا يا محمد، كيف حالك؟ طيب؟ طيب الحمد لله. شلون صحتك؟ عساك بخير؟ والله بخير. الثلاجة ولا الفرن يا محمد؟ الفرن. الفرن. عطنا الفرن يا شيخ. الفرن الفرن تستاهل. نبغى سؤال ساخن. سؤال ساخن حراق. يكوي ولا ما يكوي؟ يكوي. انت خادم مشوس ولا؟ ما يحتاج. طيب. هلا خالد. السؤال يقول جابنا بطاطس، جابنا بطاطس، كنا ناكل بطاطس اليوم. السؤال يقول ما هو آخر الأشهر القمرية؟ هل هو ذو القعدة ولا ذو الحجة؟ كوبو مقدم بمطعم جان برجر. مطعم جان برجر. هل هو ذو الحجة ولا ذو الحجة؟ لا لا يا ناصر أعطي خيارات. ذو القعدة ولا ذو الحجة؟ ذو الحقدة ولا ذو الجعدة؟ ذو القرنين. لا ما أنا دخل في السؤال. ذو الحجة ولا ذو القعدة؟ ذو القعدة. ذو القعدة. ايش رايك يا ناصر؟ ذو القعدة بيركز، لازم يركز هو شوي. هل هو ذو القعدة ولا ذو الحجة؟ اخر اخر شهر. لاست مون. لاست مون. بس حرام. دقيقة دقيقة ايش سوي ذا؟ لاست مون يقول. يس. لاست مون. لاست مون. ايش قلت؟ لاست مون. ايش يعني لاست مون؟ اخر قمر يعني. هل ما ينطق يكتب ولا يقرا. لا قمرية هذه في ال وش هو شهر الحج هو؟ ذو لاست مون ولا ايش اسمه؟ ايش الاختيارات؟ ولا هاف مون؟ ذو القعده ولا ذو الحجه؟ ذو الحجه. ذو الحجه. يس يس. عطوها باتشي. عطوها باتشي. يستاهل يستاهل. وش الثقافه؟ ايش الجائزه؟ الجائزه كابون مقدم من مطعم جان برجر. طيب طبعا جميع المتصلين والمشاركين معنا في البرنامج عن طريق الرسائل او عن طريق الاتصال راح يشاركوا معانا راح يشاركوا معانا في السحب على سيارة هوندا. هوندا هوندا. أتسوي كأنك بتعطس زين. ها هوندا. خلاص انتهى موضوعك يعني. إذا ذكرني دي عليك بس خلص راحت. طيب يا فيصل تسمح لي بس أقلد الضيوف وسام الشيافة ولا ما تسمح لي؟ الآن يستلم الضيوف وسام ووشاح الحيافة. الشيافة. إيش معنى؟ خلينا نسأل سؤال جاد. إيش معنى الشيف؟ الشيف. أيوة. يعني السيف بس بدون قاط. طيب نسلمه بعد اخونا علي. شباب سؤال يا يبي يوهقني قاعد يطول نفسه يا جماعه. طول عز يا جماعه. طيب ياخذ معنا علي اتصال من سليمان. مرحبا سليمان. سليمان خذ من عبد الملك. الو. الو عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال عبد الملك؟ الحمد لله. شلونك؟ بخير. سؤال من الثلاجة ولا الفرن؟ ها؟ الثلاجة ولا الفرن؟ الثلاجة. 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 نشوف وش فيها الثلاجة. ما عرفنا. الثلاجة اللي ما خلصت أسئلتها اليوم. الثلاجة ما فيها أغراض، كلها أسئلة. السؤال يقول ما هو أعرض أنهار العالم؟ أعرض أنهار العالم. النهر الأول نهر النيل ولا نهر الامازون؟ طبعا الكوبو مقدم من مطعم ابل بيز. نهر النيل ولا نهر الامازون؟ نهر النيل. انهر اعراض العالم. انهر اعراض العالم. اعرض انهار العالم. اعرض انهار العالم. النيل ولا الامازون؟ ايش يعني النيل ولا الامازون؟ نهر الامازون. ها ايش يقول؟ الإجابة صحيحة. يا سلام على باباتشي. يا سلام. خذ يا يوسف. يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوا. يلا عيش الانبساط. ناخذ اتصال جديد معنا. عبد الله. عبد الله يا ناصر. عبد الله كيف حالك؟ طيب الحمد لله. يلا حي عبد الله. الله يحييك. عبد الله لازم تفوز. ان شاء الله. لازم. تمام. اوكي. طيب تبغى الفرن ولا الثلاجة؟ لا فرن. الفرن. سؤال ساخن من الفرن. ناخذ الفرن. خلينا انا. تسلم فيصل. السؤال راح يكون سهل باذن الله. ايش رايك؟ والله شيف ترى شيفه من اول. انا انت ادري انك شيف. طيب السؤال يقول ما هو اكبر عضو في
في جسم الإنسان؟ هل هو ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ هل هو القلب أم الكبد؟ اسمعنا من التلفون. بالله عيد الخيرات. اسمعنا من التلفون عشان يكون الصوت واضح. إيه. رخي على الصوت. قصر على الصوت. الكبد ولا القلب؟ بالله عيد الخيارات. بالله عيدوا يا أخي. نعيد الخيارات مو مشكلة. هل هو القلب أم الكبد؟ لا الكبد. الكبد والإجابة. الشيء فرح. صحيحة يا سلام. عطوها باتشي. عطوها باتشي سهل. يطبخ تحت. طيب من وين اخذ كوبون مقدم من مطعم جان برجر؟ كوبون مقدم من مطعم جان برجر. تتواصل مع الاخوان الكنترول. في الكنترول. يا سلام عليكم. اللي بيسال عن الجوائز والهدايا الكنترول راح ياخذوا معلومات المتصل او المتسابق وراح يتواصلوا معاه في المستقبل او الان ما ادري ايش طريقتهم. فين الشيف؟ صدق يطبخ تحت. ايش رايك فيه؟ طلعوه بالله يطلعوه من تحت بكرين ولا حاجه. تعبت يا اخي. مشكله اذا قالوا بنشر. هو بنشر مطبخ. مطبخ مو بنشر يا اخي. ايش في غير الزيوت و ملعقه طايحه يا اخوي. ايش براك طيب تصدق الى الحين ما ذكرنا الطبخه. طبختنا ان شاء الله ايطاليه وجالس يشرح عن فيصل بيير ومدري شلون. انا اليوم راح ادخل ايطاليا اخوي. بس قبل ما يشرح الطبخه ودي تدق على الطوارئ ولا المستشفى ولا والله شيء. انا احب اني اذكر دائما اي طبخه تعمل في هذا المطبخ احنا غير مسؤولين ابدا عن نتائج هذه الطبخه. وانا انصح الامهات ان يبتعدوا عن المطابخ بعد هذه الطبخات. وكذلك الوصول لهذه المطبخ غير مسموح به. محظور يعني. طيب اعزائنا المشاهدين طبختنا ان شاء الله الليله حصريه على فور شباب وبسميها بيتزا فور شباب بالخضار. بيتزا فور شباب بالخضار. تشارك معنا في هذه الطبخه النجمين ناصر وعلي سيقدمون لنا يساعدونا ان شاء الله في هذه الطبخه. ازهلها. الشيء المطلوب منهم اللي بنطلبه منهم في هذا الصحن يوجد فلفل حلو. ها دقيقه كيف فلفل حلو؟ فلفل حالي فلفل حالي فلفل بارد يعني. حلحل حلحل فلو يسمونه. سجل عندكم الان واحده جديده. فلفل حلحل فلو. فلو بعدين. طيب سواء فلفل حلو او فلفل بارد. وعندنا طماطتين وعندنا ايضا بصلتين بنضعها على بيتزتنا بعد ما نرش عليها الصوص الخاص في البيتزا الصوص الاحمر. وايضا جبنه الموزاريلا الخاصه في البيتزا. دقيق انت قاعد تقول اشياء الجمهور المشاهدين مو فاهمين الشيء هذا. خلينا ناخذ اتصال من ايمان وتفاهم معك. ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا ايمان؟ طيب الحمد لله. السؤال من المطبخ او من الصاله؟ من الثلاجة أو الفرن؟ ثلاجة. ثلاجة. واحد من الضيوف. واحد. ما لك علاقة. أنا قلت الشيف. أبو اللقافة فيك. أبو اللقافة فيك. أعطيها واحد. أجيب السؤال من الثلاجة. أسأل يا فيصل. تفضل يا أستاذ ناصر. كيف حالك؟ ألو. والله راح اتصال. قلت كله من الشيف. محمد خذ محمد نفس السؤال. محمد. يا محمد. الو. كيف الحال يا محمد؟ الحمد لله طيب. ترضى بالسؤال اللي بيقوله استاذ ناصر؟ ايوه خلاص. تسلم يا محمد بيض الله وجهك. محمد اول مولود في الاسلام او خيارات ممكن؟ اكيد ممكن. عبد الله بن مسعود ام عبد الله بن الزبير؟ علي ايش قاعد تسوي؟ عبد الله بن مسعود. مصالح. عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير. وإجابة صحيحة. وعطوها باتشي جائزة بقيمة 300 ريال مقدمة من فور شباب. 300 ريال كاش. كفو. 300 ريال كاش. كفو يا كاش. أيوة تعال. إيش قصة الحلحل الفرمرة الفلفل الحلو؟ إيه خلاص أنت. الله يستر عليك حبيبي. طيب عطني السؤال. السؤال عندك. أنا أسألك. طيب. إيش قبل شوي تقول صوص ومرزللة مدري متدلة. وش السؤال بتعيد؟ ايش القصة الفلفل الحلو؟ طيب ما في خيارات؟ من الثلاجة ولا من الفراشة؟ فراشة. طيب حلو. يا شباب نبغى تقطيع حلقات علي. بصل حلقات. سحب علي. كيف حلقات؟ بصل حلقات لأن قاعدين يغلطون يا حلقات البصل يعني كذا دوائر تصير دوائر. دوائر. استنى. ايوه. حلقات ايش؟ البصل. اي حلقة؟ الحلقة الأخيرة. آخر حلقة معنا الشيف إن شاء الله اليوم. حلوة هذه عجبتني عشان ريحة البصل اللي اشغلتوني. الله يعين. طيب نبغاه كله التقطيع اليوم كله حلقات.
طيب ايش بتسوي في الاخير؟ بناخذ الحلقات هذه ونرشها على البيتزا. صدق فيصل استنى بناخذ طبخ حلو صراحه. يا سلام. اخر طبخه طبختها بالحياه وش؟ والله اخر طبخه طبختها بحياتي اتوقع بيض مسلوق. والله الكنترول قال لي بيض مسلوق قبل ما تقول. والله تخبر يعني واحد شفت الاعداد كيف عندنا احنا نعرف اعداد قوي الطين الاخضر يعني. اعدادكم قوي علي. طيب ايش هذه اخر طبخه؟ انا والله اخر طبخ طبختها شاهي بيض. ها شاهي بيض؟ شاهي بيض ما اعرف شاهي بيض كيف نفسي افهم ايش معنى شاهي بيض. اشرح للجمهور والمشاهدين. يا لا يعني انا اعرف شاهي بيض. شاهي بيض لا لا انا اعرف شاهي وبيض. لا شاهي بالبيض بالبيض شاهي بالبيت يعني بيتهم. تعال تعال الله خليك يا اخي ما ادخل يا اخي يا اخي ما ادخل. ادخل الدولاب الذي بداخلك يا اخي. انا قلت ادخل الشيف ما ادخل الدولاب. الله يرحم والديك. لقيت تسوني فيها بعدين لا اشوفك تاكل معنا اليوم نهائيا. ايش يا جماعه ايش الموضوع؟ طيب خلي المشاهدين هم اللي يرضوني. اسامه هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ طيب الحمد لله. طيب يا اسامه. ها عمرك طبخت يا اسامه؟ كم اقول عمرك طبخت؟ كم تبي سؤال من الثلاجه ولا من الفرن؟ من الثلاجه. من الثلاجه. اعطيه يا شيف. اخدم نفسك بنفسك. افا بروح أفا. لا خلاص انا بروح. لا 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 افا لا 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 خلني بروح. لا بروح بروح لك بروح لك. استهلون استهلون يا السؤال يقول اليوم مالي كرت. أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ أين توجد حاسة؟ يمكن في خشم يوسف ولا شيء. الخيار الأول في اللسان، الخيار الثاني في الجلد. كوبون مقدم إقامة ليلة في فنادق إيلاف. السؤال يقول أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ حاسة اللسان ولا الجلد؟ في اللسان. إيش الجائزة؟ إقامة ليلة في فنادق إيلاف. قال لك اللسان الحين ما في مساعدة. اللسان ولا الجلد؟ صحيح. أعطوها باتشي. إقامة في ليلة بفندق إيلاف. يا سلام عليك ربحت معنا يا محمد. محمد اسمه؟ أسامة. أسامة أسامة ربحت معنا إقامة في فندق إيلاف في أحد فنادق إيلاف جدة أو مكة أو المدينة. ناخذ مقدمة من إيلاف للسفر والسياحة. معنا مريم. السلام عليكم أخت مريم. وعليكم السلام. هلا وسهلا. اهلا فيك. ندخل على الثلاجة او على الفرن؟ الثلاجة. ندخل على الثلاجة. ناصر اعطينا من الثلاجة. غيروا شوي يعني خذوا من الفرن. الثلاجة خلصت. طيب الفرن خلاص ناخذنا من الثلاجة مو مشكلة. ناخذ سؤال من الفرن يا استاذ ناصر. فرن؟ ايه اعطينا من الفرن. خلنا نوزع الجوائز لان في جوائز هنا وفي جوائز هنا. في الجوائز اللي هنا خلنا الجوائز اللي هنا ما خلص. بسم الله. نسمع السؤال من الأستاذ ناصر الكنهل. بسم الله. يا شرايح شرايح. السؤال يقول ما هي عاصمة بلغاريا؟ ما هي عاصمة بلغاريا؟ هل هي بلغاريا أم صوفيا؟ من جاب الخيارات هذه؟ عاصمة بلغاريا. عاصمة بلغاريا إيش؟ هل هي بلغاريا أم صوفيا؟ اسمعينا من التلفون. صوفيا. صوفيا. أكيد جواب صح. إيش الجائزة؟ بنغالي بنغالية. أعطوها باتي. على الخير الله. الجائزة مقدمة من فور شباب كافيه. كوبون مقدم من فور شباب كافيه. يا سلام عليكم مشاهدينا اليوم متفاعلين مع ضيوفنا ناصر الكنهل وعلي الغامدي. وش سويت الآن؟ الآن قاعدين. الآن جبنا العيد في ال. أيوة يا ناصر. تقطيع. لا بتقطيع. تخبر الشيفة اللي جنبنا يا يعني ما شاء الله نبغاها بالشكل هذا بالطريقة هذه تقريبا. كيف سلايدات هذه. شو اسمه؟ سلايدز. هو سلايدات شيء جديد. نعم شغل نظيف من سلايدات. فنحتاج التقطيع هذا يكون على شكل سلايد. هذا ما يبيلها. هذا يبيلها مشعوذ. شوف علي الغامدي كيف. شوف علي الغامدي كيف يقطع. شوف كل حنية. قلنا سلايدات ما قلنا جح. الله يسلمك. الله يسلمك. امشي جح بالسلايد اللي تبيه الحين. هذا قلنا لهم سلايدات. لو ما قلنا لهم سلايدات يعطي اياكم تقطيع. الحين مو بضبطك سلايد هذا الحين. دقيقه بعدين بسالك سؤال يا استاذ. سم وين الدسوس على قولتك والقفازات؟ والله الدسوس موجوده. تورط الدسوس موجوده لكن ما يعني ضيوف ما لزم عليهم يلبسون دسوس يعني. يا اخي ضيوفنا يا وانت. طيب انت انا توني شايلها. انت اذا قلنا الضيوف ما في مشكله. وين دسوسك؟ انا توني شايلها.
لان اجيب اسئله من الثلاجه تعرف لازم كل شوي غير شو اسمه تسوس ان شاء الله بركه ان شاء الله بركه ان شاء الله فيصل والله من ماكل والله يا جماعه البيتزا رجاء شكلها ما بتخلون تسحر اليوم انا اذكر مره ثانيه مشاهدينا الكرام انه ما يعملوا الطبخات هذه ابدا في بيوتهم حتى ما يتسمموا ولا يصير لهم اي شيء احنا غير مسؤولين ابدا عن الطبخ اللي قاعد تصير ممكن ضيوفنا بالعكس ثقات اليوم استاذ ناصر بسالك سؤال وكذا وانت تطبخ طيب ناخذ بس السؤال هذا استاذ ناصر الاعمال القادمه مباشره لانه كثر السؤال عن طريق الفيسبوك ما هي اعمالكم القادمه مباشره الاعمال القادمه ان شاء الله باذن الله راح يكون عندنا ان شاء الله مسلسل جميل مسلسل تراجيدي ان شاء الله راح يبدا تصويره ان شاء الله بعد العيد بس ما ودنا نتحدث فيه لانه ما وقعنا عقد رسمي حتى الان فلما نوقع العقد ان شاء الله راح نعلن للمشاهدين الله يتمم على خير على خير مسلسل تراجيدي مع المخرج والله حتى الان ما اعلن عنه طب ما ودنا نفضح اتمنى ان يكون اعلان المخرج حصريا على برنامج فور شباب على الهواء والله العمل راح يكون ان شاء الله ضخم جدا وقناة فور شباب تستاهل لكن ما ودنا نحرج القناة فور شباب يعني خبر يمكن اقول لك بلا تحرج بلا هم اعطينا اسم المخرج والله شوف تقول ولا علم والله عدة مخرجين اي نعم انت تقدر تقولها ولا لا ما ودنا نحرج والله نخليها نقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اني الله ييسر وتمم راح يكون ان شاء الله عام مع الاستاذ رائد اسماعيل باذن الله جميل مع عدد من المخرجين تحيه لابو رامي كنا نتمنى موجود معنا ابو رامي لكن يطبخ معنا والله ان شاء الله توعدنا في الحلقات القادمه ان شاء الله استاذ علي الغامدي ما هو جديدك في مصارع هنا والله يا جماعه مع الطبخه ها انا قمنا الحين اسلم والله ما والله اظنه سلطه ايش قاعد يسوي الزلطه الحين صراحه بيتزا نرش الجبنه على هذه بيتزا بالله يعني اول مره اشوف بيتزا فيها فلفل حلو يلا وبيتزا اصفر فلفل حلو يا اخوي هذا واسطه جايبينه واسطه نسقيه بماي حلوه يعني ماي يعني شيره قطران اي شيء يعني ايش القطران دقيقه ايش دخل ابو ام اهل القطران في البيتزا يعني ما الشيره لا 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 دقيقه القطر قطران خبره في الدخان انا ما هذا قطران خبره في السجاير جابوا للبيتزا يعني لعله اخطا بشدة الفرح يعني يا سلام انت داخل دوره فقهيه قبل البرنامج طبعا احنا الحين بندخل بيتزا الفرن واخونا في الله الاخ علي نتي قاعد يقطع انا بيتزا ثانيه بيتزا ثانيه يعني. علي ما جاوبت على السؤال ما هو جديدك القادم والله السؤال هذا جاني في الفيسبوك كثير وتويتر واعتذر على اللي ما رد عليهم بالتويتر وقالت يقول لي رد استاذكم والله الزحمه العمل باذن الله بيكون اما يكون ناخذ بعد اتصال تفضل يا سلام نبغى نشوق المشاهدين الى جديد ضيوفنا لهذا اليوم محمد معنا دخرنا عليه محمد اي ما لعب معك محمد اي نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله كيف الحال حياك الله يا شيخ كل عام وانت بخير كل عام وانت طيب ان شاء الله من وين تكلمنا يا محمد من ابها الله يطول عمرك ارحبوا يا رجال حياك الله يا شيخ طيب تاخذ سؤالنا من الثلاجه ولا من الفرن من الثلاجه اعطوه من الثلاجه يا شيف يستاهل ايش قاعد تسوي الحين ها تفضل تاخذ سؤالك من الاستاذ علي الغامدي مساك الله بالخير حياك الله مساك الله بالنور والعافيه كيف الحال يا مرحبا يا شيخ حبيبنا ما هو ابعد الكواكب عن الشمس كوكب بلوتو هذا كان سؤالنا او كوكب المريخ انا اجيب العيد بلوتو او المريخ ايش الجائزه الكوبون مقدم من مطعم جان برجر جان برجر في عندكم بلوتو ولا المريخ قال لك بلوتو ولا المريخ او المريخ ها بلوتو ولا المريخ بلوتو اي نعم بلوتو الله يا هذا هذه بلوتو بلوتو ولا المريخ اخر قبعه وجهي محمد اكثر من كذا ما يبغى لها بلوتو اذا جيت عمره تروح مطعم جامع بلوتو تستاهل اعطوه باشا مبروك للي احنا نقول مبارك ناخذ الاتصال اللي بعده مين معانا عبد الله الو روح مع ناصر يا عبد الله عبد الله كيف حالك طيب هلا عبد الله
عبد الله اسمعنا بالهاتف يا عبد الله. يا عبد الله وطي وطي صوت التلفزيون الله يخليك. الو الو وطي صوت التلفزيون. الو عبد الله كيف حالك؟ الو ها ها من تبغى الفرن ولا الثلاجة عبد الله؟ من الثلاجة. الثلاجة ويا رب ما خلصت الثلاجة ما خلصت. الو ايش في؟ عبد الله طايح من عمارة. طيب عبد الله من هو مؤسس علم الجبر؟ علم الجبر هيا ايش فاهم عبد الله بعلم الجبر؟ ما هو مؤسس الشو؟ من هو مؤسس علم الجبر؟ علم الجبر اعطي خيارات. ابن خلدون ولا الخوارزمي؟ ابن وشو؟ ابن القاسم ولا الخوارزمي؟ علي الخامدي ولا الخوارزمي؟ الخوارزمي الخوارزمي صح. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة والله إجابة صحيحة. بس أدخل معك في الجو ترى لو قلت لأباتشي ما يفهم. إيش الجائزة أستاذ ناصر؟ الجائزة كوبو مقدم من فور شباب كافيه. كوبو مقدم من فور شباب كافيه. علي جوابك للسؤال ما هو جديدك القادم؟ جديدي بإذن الله بيكون قادم مع الأستاذ مارد ضبعان في فرقة هاي دراما فيلم قصير بإذن الله. فرقة إيش؟ هاي دراما. هذه جديدة الفرقة. فرقة مسرحية ومختصة فنية بالمسرح والأفلام القصيرة. بإذن الله بيكون فيلم قصير مع الأستاذ مارد ضبعان بالمشاركة مع في زيت زيتون طاح. مشاركة مع زيت زيتون؟ أيوة مشاركة عفوا لا قصدي مشاركة مع مارد ضبعان وفرقة هاي دراما. إيش مشاركة تلفزيونية أو مرئية؟ فيلم قصير بإذن الله. طيب مع إذا هذا جديد علي الغامدي ناخذ سمي فيصل. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا فصول؟ بخير الحمد لله. تاخذ انا اعطيك السؤال من الثلاجه ولا الفرن؟ لا من الفرن. طيب اعطيه من الفرن ياخذ علي الغامدي. من الفرن. هذا هذا لا تفتح البيتزا. هذا فضح نفسه شوف. اي بيتزا بس ترى مو اسمع السؤال يقول مو بيتزا جاهزه. من هو قائد معركه حطين؟ من هو قائد معركة حطين؟ صلاح الدين الأيوبي أو عمرو بن العاص؟ أنا أقول يوسف القاسم. كوبوم مقدم من فور شباب كافيه. صلاح الدين الأيوبي أو يوسف القاسم أو عمرو بن العاص؟ طب ساعدني. صلاح الدين الأيوبي أو يوسف القاسم أو عمرو بن العاص؟ صلاح الدين الأيوبي أو يوسف القاسم أو يوسف القاسم. وإجابة صحيحة وعطونا باتشي. يا سلام يا سلام. جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز واحلى الجوائز بالمشاركة. طيب ناخذ اتصال جديد. ناصر خذ معنا أروى. أروى ألو أروى أروى معنا يا أروى. أروى أروى ألو أهلين أروى كيف حالك؟ طيبة؟ طيبة. أروى من الفرن ولا الثلاجة؟ جاهزين فاصل؟ من الفرن. من الفرن ناخذ من الفرن؟ الفرن. الفرن. السؤال يقول أقوى الحيوانات ذاكرة. أقوى الحيوانات ذاكرة. الثعلب ولا الجمل؟ بكر هو إيه؟ الجمل. ممكن الكاميرا على المطبخ الله يخليك. حطوا وين الشيف؟ لا خلوه خلوه على فيصل. الجمل. الجمل وجواب صح وعطوها باتشي. يا احمد البصار فور شباب على الهوى يلا عيش الانبصار فور شباب على الهوى يلا عيش الانبصار. الجائزة مقدمة من ابل بيز. مشاعل مشاعل السلام عليكم. شاعل كيف الحال يا مشاعل؟ الحمد لله. تبغين السؤال؟ ارفع صوتك الله يخليك. تبغين السؤال من الثلاجة ولا الفرن الخربان؟ من الفرن. من الفرن الخربان تقول. طيب اعطيها بالفرن. لا يقبل عليك الفرن بس اقول ماسك البيز. اقول يا فيصل ما تصلح البيتزا هنا على الطاوله كذا يعني. السؤال يقول السؤال يقول اول اولاد ادم عليه السلام هو هابيل او قابيل؟ الجائزه بقيمة 300 ريال مقدم من فور شباب. هابيل أو قابيل؟ هابيل أو قابيل؟
ايش السؤال؟ هدية خرعتم اول او لا خليهم يجاوبون واعطونا باتشي. ايش الجائزة؟ الجائزة 300 ريال مقدم من فور شباب. اوه 300 ريال كاش. اجابة صحيحة. اجابة صحيحة. اعطوها باتشي 300 ريال. اعطوها ولا اعطوها؟ مبروك للي فاز. احنا نقول يا يوسف الظاهر بما ان فكير شاي جمر. فكير شاي جمر بما ان الظاهر يا ناس انه الفرن خربان. الظاهر ان الفرن خربان. انا اعلمكم مش السبب. راح اكشف لكم الان السر الفرن ليش خربان وتحولت البيتزا الى شاهي. الظاهر سحورنا اليوم شاهي. بس اخبركم ليش الفرن خربان وراح اكشف لكم بعد الفاصل ولا بعد الاتصال. تبغون نكشف الحين ولا لا؟ لا لا ما يصح ما يصح. طيب خلينا ناخذ اتصال. خذ معنا عماد يا ناصر. عماد كيف حالك؟ هلا هلا ابو فيصل ابو صالح يعطيك العافيه. شو اخبارك؟ وش ايش بك جبت الضيوف كلهم كل اللي في الاستديو؟ هلا فيصل ابو صالح يوسف ما ادري ايش ايش بك جبت العالم كله. حدد طريقك. عماد مين معايا؟ عماد ابو ساره. اصبر عماد الحريري طال عمرك. ابو ساره وانتم كل يوم الكنترول تجيبون لي واحد من الشرقيه. سالفتكم؟ وعاك وراك والزمن طويل. وعاك عماد. يا عماد هلا هلا حبيبي. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ طيب مساك الله بالرضا والنعيم. هلا هلا والله ابو سيف. هلا الله يحييك ويبقيك. مبشر العمل حقنا خلص ولا لا؟ انا لله. والله اتمنى لكم اكيد اكيد وان شاء الله قريب قريب. الله يعطيك العافيه. بس من يوم ما تركتنا انت بصراحه ما قدرنا نخلص. عماد شو اخبارك؟ بخير الله يسلمك. السؤال في الثلاجه ولا الفرن تبي؟ والله صراحة الثلاجة ما أدري باقي فيها شيء. عاد انت ما شاء الله بدأت شيء. أخلص. تبغى من الفرانة ولا الثلج؟ خلاص الثلاجة. الثلاجة بس أبغى أطلع على البيت. الله يسلمك. أعطي أعطيه من الثلاجة. وينك؟ وينك يوسف؟ يستاهل يستاهل. أطحن في البارد من الثلاجة. الثلاجة الفرن اللي خربته يا يوسف. الله يا جماعه فقع وجهه. مزحنا. احنا نتاسف انه خربنا الفرن. من اخر واحد خلونا نسحب. ابو ساره سم. اذا جيت جده على خير تزور كافيه فور شباب كيف يتنفس؟ طبعا اذا جاوبت بعد وين اي كاميرا؟ اجابك. كيف يتنفس الضفدع تحت الماء؟ هل هو من خلال راسه او من خلال جلده؟ عندك الضيفين ممكن يغششونك في الشيء هذا. ايش يقول ناصر؟ والله ليش لا خلنا نشوف. ايش يقول ناصر؟ عماد هلا حبيبي. عماد يقول لك هلا غالي. كيف حالك؟ عندك تلفزيون؟ وعلي من خلال جلده ولا من خلال راسه؟ انا خلصت المتصلين كلهم. هذا من خلال جلده. خلاص يلا. من خلال ايش؟ الادمي بقطع ايده. من خلال ايش؟ جلده جلده بقطع ايده الادمي المسكين. هو الاجابه صح بس لا تعطونا باتشي واجابه غلط. يستاهل. خلاص اعطونا هذا حزين. اعطونا هذا حزين. شاركونا بالرياحيه احمد البصاط فور شباب على الهواء يلا عيش الانبساط. ويام 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 معنا. ويام اروح لا اروح اسي. ويام الو. السلام عليكم يا ويام. وعليكم السلام. تدخلي على الفرن ولا على الثلاجه؟ الثلاجه. اول شيء اقول للناس الحمد لله على السلامه واشكركم على ابداعاتكم. شكرا لك يا ويام. ويام سؤالك من الثلاجه ولا الفرن؟ الثلاجه. الثلاجه. علي شوفوا يا جماعه شوف شوف شوفوا الالم. خلصت الثلاجه الظاهر. خلصت الثلاجه. خلصت الثلاجه. الفرن الفرن يمدحونه. ليش؟ سؤال ليش الفرن خربان والبيتزا ما بناكل بيتزا اليوم ليش؟ انا حاولت قطعت البصل قطعت الفلفل الحلو ليش؟ ليش ما في بيتزا ليش؟ والله فرنك اللي خربته علينا. السؤال يقول المتصل متصلة معنا. أي من الأنبياء كانت معجزته إحياء الموتى؟ موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام؟ الجائزة بقيمة 300 ريال مقدمة من فور شباب. موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام؟ عيد السؤال.
أي من الأنبياء كانت معجزته إحياء الموتى؟ يا أخوي الغربي مخيس، موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام؟ ها عيسى عليه السلام. ازعجتني بالكنترول ترى. عيسى ولا موسى؟ وياب ساعدوني. عيسى ولا موسى؟ عيسى ولا موسى؟ ها وياب والله اصابي صارت انت. عيسى 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 واعطوها باتشي بالسهل. الله يصابك 300 ريال. احمد البصار فور شباب على الهواء يلا عيش الانبصار. كل هذا عشان الفرق يلا عيش الانبصار. الحق الشيف ناخذ فاصل لنشوف ايش استفاد الشيف. فاصل اعطونا فاصل اعطونا فاصل. هذا البرنامج برعاية معنا والحياة صار لها معنى. الضحكة وحدتنا مثل الشموع لمعنا. قرب وعرض ابتسامتك وانسى السآمة. يا محلى طعم اللحظة لما نعيشها ابتسامة. جلسة شباب متعة قمة الوناسة. واللي في راسه شي بينزل ما في راسه. شاركونا بريحية أحمد البصاط. فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى. فور شباب على الهوى. جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز. واحلى الجوائز بالمشاركات يحوز. شاركونا بريحية أحمد البصاط. فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. New generation. فور شباب. Hey yo. New generation. كان يطبخ حتى والفرن ما اشتغل كهرباء. شيفه من يوم عرفته من يوم عرفته لا يضرك انها كوبيه صغير بس ترى والله انه يجي من والله لا يغرك انه باب واحد مضبوط. وين راح الشيف؟ وين معليش وين راح الشيف؟ في المستشفى مجزره من اليوم أظهر ودوه مع مخلفات البلدية يمكن ولا يكون شيء. لا خذوه يمكن يحسبونه طفاية حريق. ها جا 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 جا. ها سار على فرنك. إيش به. الله يشفيك الله يشفيك الحمد لله الذي عافانا من الطلاء. عموما الله يعينه على نفسه. ما أدري المستشفى ولا. والله هو كل شيء هو أكلته شيء ولا. والله مطبخه ومن يديه هو ما له دخل فيه. لا ما أدري. عموما الله يعيننا. ناخذ اتصال جديد. مين معانا؟ محمد. الحمد لله السلامة. محمد معانا. خليك بالصلاة. السلام عليكم. ريح. عليكم السلام. كيفك يا محمد؟ كيفك يا محمد؟ حمود. هلا عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يسلمك بخير. أخباركم طيبين؟ نحمد الله. تأخذ اتصال من الثلاجة أو مسابقة من الثلاجة أم من الفرن؟ من الثلاجة. أعطوه من الثلاجة. يلا بسم الله. الثلاجة مخلصة. الفرن مخلصة. خذ من الفرن. لا 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 مو كاتشب. إذا ما في في الثلاجة. تبغى من الفرن ولا من الفرن؟ أي فرن فيهم الخربان ولا الصلحان؟ أنا نفسي تعرف مدام إنه في واحد خربان واحد. ايش بو من الفرن. والله من البيت حقتها اسمها اللازانيا. الاستديو كذا يا شيخ. ناخذ السؤال مع ناصر الكنهل. يلا يا محمد هلا. سؤال سهل جدا وجائزته 300 ريال مقدمه من فور شباب. يا سلام. السؤال يقول السورة التي سميت بعروس القرآن هل هي الرحمن ولا ياسين؟ الرحمن. وجواب صح. اعطوه باتشي. يستاهل 300 ريال. يستاهل. كفوك يا شنب. كسروا لحيه. شويش يا اخوي. والله الراحه شيء صراحه ما بعدها استراحه. في طلبات جاتني من المشاهد.
ريحتك بصل يا اخي بصل 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 الحمد لله ريحتك بصل بصل الحمد لله جات على البصل الحمد لله بصل هو ما شاء الله من ذراع الكريك ذا اللي يخبط لي والله جانا جاتنا طلبات ما اقدر ناخذ اتصال جديد من معانا ما في اتصال طيب نبغى نكشف سر احنا قلنا وعدنا انه بعد الفاصل راح نكشف السر بس خلونا نسمع الضيف خلينا نسمع الضيف الشيف يا شيف خذ اتصال معنا يا لالو السلام عليكم يا لالو من معاي سكر اول ما سمع صوتك سكر الغى الشريحه من ريحه البصل ريحه البصل حقتك ايش المشكله اللي صارت قبل شويه يا يوسف الاعداد بس ما شغلوا الفرن بس شغلت الفرن والحمد لله يعني ايش دخل الاعداد دقيقه لما يخرب حاجه ولا يخرب شيء تروح تحطها في الاعداد ولما تصلح حاجه تقول انا يا اخي اطلق دوره في العالم مشاري السلام عليكم لا. خذ اتصالك مع علي مرحبا مشاري هلا كيف الحال حبيبي الحمد لله طيب الفرن ولا الفرن طيب لا من الفرن اكيد من الفرن ما في الفرن اصلا سؤال سهل عليه كوبون مقدم من عماري الجوهرات من جوهرات ما ادري وش اصلا اللغه العربيه عندي صفر اصلا وش ما هي اطول ايه في القران الكريم بقره اطول ايه تركد يا اخوي خلينا اعطيك في البقره صحيح في البقره هي. ما هي اطول ايه ايه الدين او ايه الكرسي ايه الدين خلاص او ايه الكرسي خلاص اطول ايه هل هي ايه الكرسي ولا ايه الدين شوف ناصر شو يقول حلو ناصر ايش تقول يا ناصر صراحة اقول جواب صح اعطوها باتشي يستاهل كوبون شراء ناخذ اتصال من معانا يا اخوي اشغلنا هذا في الاستوديو اشغلنا خلي يجي يشرح الطبخه طيب تعال اشرح تعال اشرح لا خلي تعال اشرح الطبخه خطوه امس طبخه واليوم طبخه طيب اعطوا المشاهد متصل فرصه من معانا مين معايا لا مساعد مساعد كيف حالك يا مساعد طيب الحمد لله مساعد سؤال تبغى من الفرن ولا من الفرن؟ من الفرن الحار من الفرن الحار كيف في فرن بارد طيب يلا الفرن الحار اعطيه من الفرن الحار يا ما في الثلاجة البارد من اخر واحد؟ دقيقة يعني لا راح نكشف لكم المفاجأة الخطيرة ما هو سبب ما هو سبب نجاح هذا السيف؟ هذا سؤال يصلح لك الشيف خلاص انت بعد والله يا هو سؤال يصلح لك مثل الشيف يعني السؤال يقول ها. ما هو صوت الدجاجة هل هو بطبطة عطوا بطبطك بطبطة لا 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 عطينا قال لي ايش البطبطة كيف بطبطة ولا نقنقة عطينا النقنقة نقنقة لا لا عطينا النقنقة نقنق نقيق نقنق نق نق نقيق ولا بق بق بقيق النقنق ولا بط بط بطيط إذا النقنقة حلوة ترى نقنقة حلوة صوت أبو سيف هل هو لا صوت عفوا الدجاجة لو سمحت الدجاجة لو سمحت مخصوم من قطعة بيتزا لا الحمد لله مخصوم قطعة بيتزا ولا تناقش أصلا من طبخة مع الأعمال الشاقة وتغسيل مواعين الجواب إيش ساعدوني اللي قلته قبل شوي ايش نقنقه نقنقه زينه تراها النقنقه دحونها نقنقه ولا عشاء نقنقه ولا نقنقه وجاوب صح عطابه احلى اباتشي احلى اباتشي يوسف احنا نقول مبارك يوسف السر الفرن اللي كان قبل شوي والله الفرن كان بس عطلان وصلحناه يعني يعني استجديت الاخوان في طاقم الاعداد وفي طاقم الإخراج وسويت يعني مشهد تراجيدي شوي ومشهد حزين من أجل أن أؤثر في هذا المخرج وفي هذا المعد من أجل أن يصلح هذا الفرن الخربان شوف السر طلعت الطبخة جاهزة شو السالفة طلعت معاها شباب ما اتفقنا كذا شباب ما يصير الشيف أقفوا إذا طلعت معانا يا جماعة أنه الشيف كان الحلقات اللي راحت طول الحلقات كانت أكلات جاهزة
مسوي نفسه هو اللي يطبخ. والشاي الشاي احترق، الشاي احترق، قط حط بصله كامله. الشاي احترق، الشاي شفتوا كيف هذا التسمم غذائي. ورونا كراتين، ورونا كراتين برضو. الشعلاوي انا اشوفه يا جماعه الخير. يا جماعه الخير انا اقول لكم، انا اعطيكم الحقيقه. خليه يوخر اشوفه تحت قاعد كثير اليوم. الحقيقه المره انا لي 4 ايام اطبخ ولا عندي اي مشكله في الطبخ، لكن اليوم للاسف طعت رفقة السوء، طعت الأشرار، طعت المش طيبين. لا شؤم الجرم حقي، شؤم الكذب. لا هذه شرائح الفلفل اللي يقول شرائح الفلفل الباردة وشرائح فيصل معطيه نص بصل هنا، حاطه نص بصل هنا. اسمع فلفل فارد. شوف انا اقول لكم بكل صراحه، صراحه الفلفل ها، انا اقول لكم بكل صراحه انا دائما اطبخ ولا عندي اي مشكله، وكل يوم انا اطبخ ومصوري شاهدين ما عندي اي مشكله. مبسوط كتشب، لكن المشكله اليوم فيصل جاء وسوس فيني وقال ليش ما تقدم اطباق جاهزه. طيب على بال ما تخلص طبقتك طبقتك خطوتك. لا ها والكيس برضه في الصحن، قطاس تحت الطبخه، طبخ الشاي حق طف الله يرحمك. طيب خلونا الشباب الشارع اللي يستضيفكم في القناه مره ثانيه. اقول انتم احنا انا ضيوفي بصراحه باخذهم عندي في الصاله اشرف من المطبخ اليوم. يحترقوا ولا شيء؟ وبعدين نتعشى في ابل بيز ولا في جان بوكر ولا شيء؟ ربطها انتم، خلوه يلا خلينا نلحق بيتزتنا يا فيصل. قل بيتزك لك فيصل، خليه حلوه والله شهيه. شوف اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اسمع اذا خلي الشاهي، ما نبغى نجلس بالشيخ يسوي عاده، الله بلانا فيه. تورطتوا ما عرفت فتحتوا؟ اوف والله باسورد تورط رجل، يا سلام رجل على رجل والمريه الموجوده. ناخذ الاسئله وجواب مختصر لانه باقي معنا 3 دقائق. يلا انت اختصر وحنا نختصر، ما عندك. طيب والله ما ادري كم باقي بس يلا. بسم الله. وين كاميراتنا احنا؟ ناصر متعدد المجالات، اعلامي، كاتب، ملحن، صحفي، ممثل، مخرج، محرر. نعم. هل هذا كلام صحيح؟ كلام صحيح. الا تؤمن بالتخصص؟ اؤمن بالتخصص، لكن المجال اللي احنا فيه محتاج كوادر. يعني تتوقع انك مبدع في كل الاشياء هذه؟ على الاقل شيء حددنا يعني. انا اتوقع انك مبدع. علي تسلم لك شهادتك يا فيصل. ذكرت في احدى المقابلات بانك تتنفس الدراما من خشبه المسرح. هل ستوصلك هذه الخشبه الى الانتشار والجمهور العريض؟ الخشبه المسرحيه او المسرح هو ام الدراما كتمثيل او فخشبه المسرح اللي يطلع منها الابداع. ناصر سمعنا انه انتجت كتاب عن الاطفال، هذا الكلام صحيح او لا؟ نعم كان عندي الان، انا انتجت كتاب اصدرته اسمه يوميات طفل السعودي، بحثت عن شريك رسمي للعمل. هل انتج او اصدر الكتاب؟ لا لا زال في طور الاخراج وكذا. طبعا تحتاج الاخراج، يحتاج، انا ابغاه بشكل قوي صراحه. جميل. انا ما ودي انزله بطريقه عاديه، فاحتاج الى شريك رسمي مميز عشان يلا الله يوفق ان شاء الله. بالاضافه لكليب وفيلم قصير. كليب عن الاطفال. نعم انا احب جانب الطفل، اؤمن بلغه التاثير بالطفل. يا سلام، ان شاء الله تلقى شريك مناسب ان شاء الله في العمل. فور شباب ان شاء الله بيتبنوا الشامل. طيب علي بالطول بالعرض ابو رامي يهز الارض، متى اطلقتم هذه العباره؟ اطلقنا هذه العباره في اخر. وش سببها؟ اخر مشهد كنا في عندنا طبعا في المجلس، كان وجود عبد الزمين اخونا في اخر مشهد يوم حققنا اللهم لك الحمد النجاح، فكانت الدموع بالفرح مع بعض كذا، فقلنا خلينا نتصعب رامي نشارك بالفرحه هذه لعله يوصل بالصوت. في مشهد او فيديو انتشر في اليوتيوب في كواليس كذا بكا في البر او زي كذا، ايش قصه المشهد هذا او الفيديو؟ شهادته مجروحه بحكم انه كان متواجد في اللوكيشن. ايوه بعد دائما اخر مشهد دائما يكون يعني في مشاعر فرح مختلطه. بس دقيقه. مشاعر مختلطه بحكم ان انتهى العمل لمده 7 شهور، فضروري يكون فيها بكاء. علي ما هي الاصابات التي تعرضت لها اثناء تصوير مسلسل وعد شرف؟ في الركبه والصدر يعني. الحمد لله السحب اخوي مع ناصر ما شاء الله سحبني بخلاص. طبعا كان الاصل معنا مداخله من ماجد ضبعان، جوال مقفل ما ادري ايش فيه. الحمد لله الله يسلمك. تحيه للاستاذ ماجد ضبعان. الله يسلمك. ناصر البعض يقول بان قدراتك في التمثيل ضعيفه. صحيح. فما انا اول ما شوف انا قصدك البعض يقول صحيح البعض. اي نعم ممتاز. شوف احنا ادي رساله مع فيصل، فيعني مهما كان لما يكون في جدل على شخصيتك وعلى ادائك هذا معناه انك ناجح.
لكن انا ما دخلت المجال هذا يعني عشان ارضي الجميع، لا بقدر ما ادي رساله، سواء كنت مقدم مراسل او ممثل. تعشق النشيد، هل هذا صحيح ولا لا؟ فعلا. هل انت لك علاقه بالنشيد؟ علاقه بالكتابه والالحان والهندسه الصوتيه. هلي تعشق النشيد، هذا الكلام صحيح ولا لا؟ انا اعشق التمثيل وهو النشيد. كان لك في افلام قصيره كوميديه، ما هي الشخصيه التي اديتها وليش؟ اديت افلام قصيره دور مهرب المخدرات، احد المسارح الجندي ابو سعيد. الحق الحق البيتزا. لا يا اخوي خلي الله بالعافيه، خلي بالحاله يا اخوي. اذا بيتسمم هو في كيفه بالحاله. عوافي ناصر بيتزا علي سم. شرفتونا في هذه الحلقه. بقي كلمه اخيره عندك يا ناصر. والله كلمات مو كلمه، شكر الله سبحانه وتعالى هي انا هالمكان. اشكر قناه فور شباب، ونعتذر عن المقلب اللي في البدايه، حاولنا نداعب فيصل لكن فيصل ما شاء الله متمرس وما يحتاج والله. جيده من صيده وصادنا هو. بالفعل ترى انا خفت بس مثلت اني ما خفت. علي صدق ربي، اول شيء الله يعطيكم العافيه، وشاكر الاستضافه هذه وشاكر كرم الاستضافه هذه، والله يعطيكم العافيه. نورتوا وانتم مبدعين وتستحقون الابداع ايضا. لجميع تستحقون الدعم، الجمهور والابداع برضه يستحقون. مشاهدينا الكرام، كنا معكم مع ضيفين رائعين ممثلين، ويعني مجموعه مواهب عرضناهم لكم في هذه الحلقه. كونوا معنا في الحلقات القادمه، وفي الحلقه القادمه يا كنترول اسكتوا خلنا نتفاهم. الحلقه القادمه راح يكون معنا غدا باذن الله المنشد الاستاذ محمد الغزالي. كونوا على تواصل. يعطيكم العافيه يا شباب، شكرا لكم. تسلم تسلم. خلنا ناكل بيتزا، يلا نلحق على البيتزا. هذا البرنامج برعاية The new generation. فصل معكم عالهوى، تعالوا شوفونا سوا. تحية تجيكم يا سلام، نسمة حلوة يا كرام. تحية تجيكم يا سلام، نسمة حلوة يا كرام. فرشباب عالهوى، فرشباب عالهوى. الحياة صار ليها معنى، الضحكة وحدتنا مثل الشموع لمعنا. قرب وعرض ابتسامتك وانسى السآمة، يا محلى طعم اللحظة لما نعيشها ابتسامة. جلسة شباب متعة قمة الوناسة، واللي في راسه شي بينزل ما في راسه. شاركونا بريحية أحمد البساط، فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى، فور شباب على الهوى. جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز، واحلى الجوائز بالمشاركة تحوز. شاركونا بريحية أحمد البساط، فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. New generation. فور شباب. مبروك للي فاز، احنا نقول مبارك. فور شباب. واللي خسر معنا شكرا لانه شارك. فور شباب على الهوى، فور شباب على الهواء.